السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده نعمل تقييم لاندرويد نانو ديجري على موقع يوداستي. اللي ما يعرفش موقع يوداستي ده عباره عن موقع معروف بيقدم مجموعه كورسات في لغات برمجه معينه، او مثلا في الكمبيوتر اي حاجه متعلقه بالكمبيوتر ساينس او الماس والكلام ده كله. اكتر حاجه هو مشهور بيها اللي هو النانو ديجريز بتاعته. النانو ديجريز ديت عباره عن مجموعه كورسات بتاخدها مع بعض كده واحده ورا الثانيه لحد ما تخلصها ان شاء الله، بتبقى انت مواصل مستوى محترف جدا، تقدر انت تقدم في اي شركه او اي حته انت عايزها. فيا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عاجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، ويلا بينا نشوف الكورسات. تمام يا شباب، هي دي الصفحه الرسميه بتاعت النانو ديجري يعني. بس قبل ما نبدا ونشوف الريفيو، احنا عايز اديك ان شاء الله ثلاث نصايح مهمه كنت اتمنى ان حد يقولهم لي قبل ما ابدا في النانو ديجري دي. تمام، فصلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، النصيحه رقم واحد، اول حاجه الكورسات دي مش مبتدئين ابدا. لما تبدا في النانو ديجري ديت هتلاقي ان اول او تاني كورس بيعلمك جافا وبيتكلم في الاساسيات، فتمام، فهيبقى الدنيا زي الفل وهتفهم الكلام وهتلاقي الدنيا سهل. بس بعدين الكورسات هتبدا تصعب واحده ورا التانية جدا. يعني انا مثلا اتعلمت جافا لمده طويله، يعني اكتر من 8 اشهر ولا 7 اشهر، ولما قابلت الكورسات ديت زهقت واكتئبت وقلت انا خلاص انا هسيب الاندرويد. كانت صعبه فعلا، ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل يعني. طب الحل، طيب ماشي، طب انت دلوقتي لسه مبتدئ في البرمجه او عمرك ما كتبت سطر برمجي او اي حاجه خالص في البرمجه، فايه الحل بقى المشكله ديت؟ انا عملت على القناه هنا فيديو بيعلمك ازاي تبرمج باستخدام لغه جافا من الصفر، فان شاء الله هسيب لكم لينك تحت في الديسكربشن، وهيظهر عندك هنا في الدايره البيضاء هسيبه لكم، واهم الكتب بردك اللي تقراها مع الكورسات ديت فهسيب لكم بردك اللينك بتاعه في الديسكربشن. وكل دولت معمول لهم ريفيو في القناه، لازم تتفرج عليهم ان شاء الله هيفيدك كتير جدا. تمام، فدي ان شاء الله هيفيدك وهتخش ان شاء الله الكورسات ديت مرتاح، مش هتبقى خايف من حاجه ان شاء الله. فدي اللي انا عملته قبل ما اخد الكورسات ديت. بس فشوف، انا بقى انا كنت يعني مذاكر ومخلص الكلام ده كله ودخلت يعني ايه حاجات كتير ما فهمتهاش والدنيا كانت صعبه عليا. فبالك بقى انت ما خدتش حاجه من الكلام ديت او ما ذاكرتش برمجه قبل كده، فهتبقى الدنيا صعبه جدا. وهو كمان الكورسات اللي هو في الاول ديت يعني ايه، يعني ضحله خالص، يعني بسيطه وما بتخشش في العمق. يعني انت بعد كده انت هتخش في الاندرويد، والاندرويد كله اوبجكت اورينتد بروجرامنج، يعني كله كلاسات وكله وراثه والكلام ده كله، فهو الموضوع متقدمه شويه. تمام، النصيحه رقم اتنين، الكورسات ديت فيها حاجات قديمه. طب امال انت بتقول لي اذاكرها ليه؟ وانا هقول لك اهو، عشان تعرفك ايه اللي هو الموجود في الاندرويد، بحيث انت مثلا ايه، انت لسه اول مره داخل الاندرويد، فلما تبدا وتشوف الكورسات وايه اللي موجود في الكورسات وايه اللي لازم اتعلمه وايه اللي ما اتعلموش والكلام ده كله، فهتعرف مثلا ان في حاجه اسمها مثلا ايسينك تاسك او مثلا شيرد بريفرنسز والكلام ده كله. فانت بتاخد الكورسات ديت عشان تعرف ان الكلام ده موجود في الاندرويد، فتبدا تبحث عنه بعد كده ان شاء الله. انما لو ما خدتش الكورسات ديت وقلت لا ده قديم ومش هذاكر الكورسات ديت، انت هتتعب كتير على ما تلاقي الكلام ده وكده، فهتقعد تدور في كورسات كتير وكتب كتير والكلام ده. فخليها حاجه واحده، يعني مثلا ايه، انت هتخش مثلا انت بتذاكر كورس معين والكورس قال لك مثلا خش على الريفرنس او الدوكيومنتيشن بتاع مثلا كلاس معين شبه مثلا فراجمنت هنا، فانت هتخش على الكلاس هتلاقي ان في حاجه اسمها ذيس كلاس ووز ديبريكيتد، يعني بقى خلاص قديم وفي تحديث جديد للكلاس ده. طب انا استخدم ليه التحديث الجديد؟ عشان انت مثلا ان شاء الله انت جاي تعمل تطبيق دلوقتي وعايز تحدث التطبيق بحيث ان هو يشتغل على كل اصدارات الاندرويد لحد احدث اصدار، فانت لما تعمله مثلا بكلاس قديم فانت كده بتتعب نفسك وهيبقى التحديث صعب جدا وحاجات كتير هتحصل، فليه انت غنى عن التعب ده كله؟ فانت من الاول شوف انت مثلا الاسبوع ده انت هتدرس ايه، مثلا هتدرس مثلا فراجمنت شبه ما اللي احنا فاتحينه ده، فانت خش هنا على android.developer.android.com مثلا وخش، او اكتب على جوجل بس اندرويد ديفلوبر وهيديك الموقع الرسمي، وخش واكتب اسم الكلاس اللي انت هتتعلمها او اسم الحاجه انت هتتعلمها، لقيت ما فيش العلامه ديت يبقى تمام يبقى اتعلم، لقيت في علامه ديت فهو ان شاء الله بيوجهك بيقول لك يوز ذا سبورت لايبرري فريجمنت فور كونسيستنت بيف. تمام، فانت المفروض انت هو بيوجهك بقى بيوديك ايه الدوكيومنتيشن الاحدث فانت هتستخدمه، فانت تتكل على هنا هيديك الدوكيومنتيشن الاحدث فانت تبدا تستخدمه والكلام ده وتعلم الكلام ده. تمام، فالفكره في كده بس. تمام، فدي اللي انا كنت عايز افهمه لك بس. فديت برضك حاجات كتير انا كنت يعني اتعلمتها بالصدفه كده، فكان في كلاسات كتير قابلتني ويعني والكورس بيتكلم على الكلاسات، ولما جيت بصيت عليها لقيتها ديكريبتد او مش موجوده اساسا، فكان مشكله يعني. تمام، فدي كنت عايز اوضحها برضه. النصيحه رقم ثلاثه والاخيره بقى، نصوص القراءه مهمه جدا. يعني في بعد الدروس في بعض يعني بعد مثلا كام فيديو كده ولا حاجه بتلاقي فيه نصوص قراءه، ويعني ايه نصوص القراءه مهمه جدا، يعني شبه مين؟ شبه دي كده بتلاقي فيه صفحه كده كامله بيبقى فيها قراءه بس كده، فانت ايه دي مهمه ان انت تقرا. طب ليه؟ انا هحكي لك على قصه معينه. تمام، فالقصه ايه بقى؟ انا خدت الكورسات دي كلها انا حملتها على الكمبيوتر بتاعي عشان مش عارف ان انا اتفرج عليها على النت. بتلاقي بتخش مثلا على الاسبوع اللي انت شغال فيه لمثلا نيسون 6 بريفرنسز، فتيجي هنا على الريسورسز وتقول له فيديو زيب وتنزله،
وبعد كده تك على ديت عشان لو انت عايز تحبب ان انت تنزل الترجمات كمان عشان تبقى تشغلها مثلا ولا حاجه تحمله. المشكله بقى ان انت لما بتيجي تحمل الملفات ديت او الزيب فايل ده انت ما بيبقاش معاك اللي هو نصوص القراءه، نصوص القراءه ما بتبقاش موجوده، ان الزيب فايل ده موجود فيه بس الفيديوهات ما فيهوش قراءه. فدي مشكلة عندي. يعني احنا انا كنت مثلا الحكاية بدأت ازاي، انا كنت بتفرج على الفيديو عادي وكل حاجة ولقيت ان هو بيبرمج والدنيا زي الفل خالص، وبعد كده جه في فيديو قال في حاجة اسمها شيرد بريفرنسز، ديت عبارة عن صفحة الاعدادات جوه التطبيق. صفحة الاعدادات كان في مكان ان انت تحط فيه حجم الاشكال اللي انت عايز تتعرض جوه التطبيق، تمام؟ فهو انت بتحط رقم عادي، بس هو قال لك ايه، قال لك افرض ان المستخدم حط مثلا حرف او اي كلمة، فالمشكله ان هو لو حط حرف او اي كلمه التطبيق هيقفل في ساعتها، هينهار في ساعتها، تمام؟ ولو المستخدم جه حاول ان هو يفتحه تاني مش هيفتح، فهو كده التطبيق باظ والمستخدم كمان خد فكره وحشه عن التطبيق بتاعك، فكده مشكله كبيره جدا. فالحل في الفيديو بقى قال لك ايه، قال لك استنى ان شاء الله، قال لك استنى الفيديو الجاي او الموديول الجاي هنشرح ازاي نحل المشكله دي. فانا ايه، فانا قاعد بتفرج على الفيديوهات اوفلاين يعني مش على النت، فانا فضلت استنى بقى الفيديو اللي بعده واللي بعده واللي بعده وما لقيتوش بيحل المشكله خالص، والمشكله بقى كبير. يعني كان لازم انت تقعد مثلا تشيل التطبيق او تمسح الداتا اللي موجوده عنده، يعني حاجات كتير كده. فالحل فين بقى؟ فضلت ادور كتير على النت والكلام ده كله. الحل قلت ارجع مثلا، اخر حل كان قدامي بقى ان انا ايه، ارجع تاني لصفحه الكورس الاصليه. فجيت رجعت وكده وبصيت لقيت ان هو ان بعد الفيديو ده هو دي كان الفيديو اللي انا سمعته، بعد الفيديو ده هو لقيت ان في نص، يعني في نص وبيحل المشكله ديت. فلقيت ان في نص والكلام ده وكل ده ما كنتش اعرف ان هو موجود الكلام ده كده، تمام؟ فدي مهمه جدا، ويعني دي حاجات برضك من اللي انا بكرهها في النانو ديجري، ان هو مثلا في حاجات مهمه بتبقى ايه، يعمل في حاجات مهمه يعملوها قراء، وفي حاجات مش مهمه قوي يعني يعملوا عليها فيديوهات وركزوك، يعني خليك تركز في حاجات تانية. فده مش فاهم صراحه هم بيعملوا الكلام ده ليه، يعني واحد مثلا منزل الكورس اوفلاين وبيتفرج عليه اوفلاين فكده بيتظلم، تمام؟ فدي حاجه انا عايز افهمها لك برضك واوضحها برضك قبل ما تحمل الكورسات دي، تمام؟ لو هتفرج عليها على النت يبقى انت زي الفل كده، ما تشغلش بالك بالكلام ده كله، انما لو هتنزلها اوفلاين وتتفرج عليها اوفلاين فانا انصحك ان انت تيجي مثلا على الحته ديت هنا على الكروم وبعد كده تعملها سيف وتنزلها كبي دي اف وتخليها معاك وخلاص، خليها معاك وبعد كده انت ان شاء الله تبقى تعرف انت هتتفرج عليها بعدين، تمام؟ بس كده. فدي ثلاث نصائح كنت اتمنى ان حد يقولهم لي صراحه، يعني كان هيوفروا عليا تعب وبحث ووقت كتير قوي قبل ما ابدا، تمام؟ فتعال نرجع بقى ايه، ازاي تاخد الكورسات وايه الترتيب بتاعها. ان شاء الله هسيبه لكم برده تحت في الديسكريبشن. دي عباره عن ايه، عباره عن صفحه على جيت هاب، موقع جيت هاب بيبقى فيها كل الكورسات وفيها كل يعني ايه الكريكولم او المنهج كله او النانو ديجري كلها، كل الكورسات بتاعتها بالفري كمان، مش هتدفع اي حاجه، تمام؟ فانت خدها بالترتيب، وحتى كاتبها لك هنا بيجنر وبعد كده انترميديت وشبه هو مرتبها كده بالظبط، خدها. ده اللي انا كنت بعمله، تمام؟ اول كورس ده بقى اللي هو يو اي ديزاين، ده بيعلمك ازاي بقى يعني بيفهمك ايه هو الاكس ام ال، وازاي مثلا تعمل صفحه ومثلا جوه التطبيق، وازاي مثلا تخلي التطبيق مثلا او مثلا التكست مثلا يظهر فوق مثلا فوق شمال او فوق او تحت يمين وهكذا، يعني الكلام ده كله، وفهمك ازاي مثلا تنظم التطبيق جوه يبقى شكله حلو والكلام ده. فهو صراحه بيبدا معاك من الصفر خالص، والكورس ده جميل جدا صراحه وهيعجبك ان شاء الله، تمام؟ تاني حاجه يوزر انبوت بقى، بتبدا بقى مثلا تستخدم جافا، يعني تعمل شويه لوجيك او منطق جوه التطبيق بتاعك، بحيث انت بتعمل هنا تطبيق اللي هو كوفي اوردرنج، يعني بتعمل تطبيق ان انت تطلب بيه قهوه، ماشي؟ مثلا يحدد كم فنجان قهوه، عايز كم فنجان قهوه، عايز القهوه فيها كريمه ومثلا الحليب ولا قهوه ساده وهكذا يعني. فهو صراحه جميل جدا، وكمان انت جوه الكورس كمان هتعمل تطبيقات ثانيه سنويه مثلا، فهو التطبيق برضك الكورس جميل جدا. مالتي سكريننج اب ده بقى هتعمل تطبيق، يعني واحده القصه بتاعت الكورس ان انت مثلا هيجي لك واحده مثلا بتتكلم لغه معينه وهي عايزه تعمل تطبيق يبقى مثلا كقاموس للغه بتاعتها، فانت هتعمل تطبيق ده بحيث بقى انت هتبدا تفهم ايه هو البيكسلز وازاي اتعامل مع الصور وازاي اتعامل مع الصوت وازاي مثلا اشغل الصوت من جوه التطبيق. فهو الصراحه الكورس ده مهم جدا جدا، وازاي تعمل يعني ايه تطبيق من اكتر من شاشه، يعني مثلا الشاشه الاولانيه تنقلنا على الشاشه اللي بعدها وهكذا يعني. والنتوركينج ده هتبدا بقى تتعامل مع ازاي تتوصل بالنت وازاي تحمل مثلا بيانات او داتا من النت وبعد كده تعمل لها معالجه جوه التطبيق وبعد كده بحيث تعرضها لطريقه المستخدم يقدر يفهمها.
فهو الكورس ده مهم جدا. داتا ستورج بقى تبدا ازاي بقى تتعامل مع سيكوال لايف بحيث انت تخلي الداتا ديت موجوده دايما على التليفون بحيث لما المستخدم مثلا يقفل التطبيق او يجي يفتحه تاني فهو الداتا ديت متروحش ويبدا بقى مثلا ايه يكمل مطرح ما هو كان واقف قبل ما يسيب التطبيق. هو الكورس ده مهم جدا صراحه. وبعد كده اليو اي واليو اكس ديزاين الكورسين دول بيعلمك ازاي مثلا تخلي شكل التطبيق كويس, ايه هو مثلا الماتيريال ديزاين والكلام ده كله, فهو يعني ايه هيخلي شكل التطبيق احسن وكده. اب ديفلوبمنت واحد دي صراحه دي بقى بتبدا تخش في الجد شويه. هنا بتعمل تطبيق وزر اب بيعلمك ازاي بقى تجيب الداتا من على النت, يعني يعتبر ده ملخص للخمس او كل الكورسات اللي فوق ديت. يعني اب ديفلوبمنت واحد دي يعتبر ايه جامع كل الكورسات اللي فوق دول بس ايه بشكل متطور اكتر, يعني لازم تاخد الكورسات اللي فوق ديت عشان ده تاخد الكورس ده تمام. فهو بيعلمك بقى ازاي تعمل تتوصل بالنت وازاي تتوصل بالاي بي اي وازاي تعرف تنزل الداتا من على النت وتعمل لها معالجه وازاي تخلي شكل حلو وازاي تتعامل مع اس بي جي وحاجات كتير جدا يعني. وبعد كده بقى بيعلمك ماتيريال ديزاين وازاي ساين ان وبروفايل, ازاي تعمل مثلا ساين ان ويز جوجل وساين ان ويز فيسبوك على في التطبيق بتاعك, وازاي تستخدم المابس واللوكيشن والادز, ازاي تحط ادز جوه التطبيق بتاعك. وبقى مثلا ايه بعد ما تخلص ممكن بقى تتعلم جيم ديزاين واحد واثنين باستخدام ليب جي دي اكس برضك, ديت يعني لايبراري كده او برنامج ممكن تعمل عنه تطبيقات باستخدام لغه جافا فيعلمك ازاي تعمل التطبيق ده. وبعد كده اندرويد ديفلوبمنت 2 يعني دي برضك دي مهم برضك يعني ايه متقدم اكتر صراحه. وبعد كده بيعلمك بقى الفاير بيز وازاي بقى تستخدم الجرادل دي, الجرادل دي اللي انت مثلا بتحمل فيها اللايبراريز او الحاجات اللي انت او المودولز اللي انت محتاجها عشان تبدا تشغل التطبيق والكلام ده كله, فهو صراحه مهم جدا. وبعد كده ديفلوبمنت سكيلبل اب. وبعد كده اندرويد تي في بيعلمك ازاي بقى تستخدم ازاي انت تطور للاندرويد تي في وازاي تطور الاندرويد وير اللي هو الساعات الاندرويد وازاي انت تطور الاوتو ازاي اللي هو العربيات تطور تطبيقات العربيات. فكل دولت يعني ايه بعد ما تخلص دولت ان شاء الله وترتاح مع الاندرويد الهواتف المحموله ده هيبقى مهم جدا انت تتعلمه ان شاء الله بحيث انت توسع من معرفتك. طب افرض مثلا انا قابلني كورس وانا ما فهمتش حاجه فيه او مثلا الكورس كان صعب جدا ومش فاهم حاجه, فانا انصحك ساعتها انت ترجع للكتاب ده, الكتاب اللي هو هيد فريس اندرويد ديفلوبمنت تمام. بتهيألي لما تقرب من اب ديفلوبمنت ده هت يعني الدنيا هتبقى تصعب شويه, او ممكن بعد الداتا ستورج او الاب ديفلوبمنت بتهيألي يعني على حسب ما افتكر ان هو واحد من الكورسين دولت هيبقى الدنيا فيه صعبه شويه تمام. فلما تلاقي الدنيا بدات تصعب ومش فاهم حاجه ارجع للكتاب ده او اقراه, وقف شويه وابدا اقرا في الكتاب ده, الكتاب اللي هو هيد فريس اندرويد ديفلوبمنت. صراحه كتاب جميل جدا وعملت له ريفيو على القناه وهسيب لكم لينك تحت في الديسكربشن. صراحه الكتاب ده هيفيدك كتير جدا فاقراه نصيحه تمام. بس فهو دي الفكره يعني دي صراحه دي الكورسات والكلام ده كله. وكورسات هي صراحه كورسات جميله بس يعني ايه عايزه شويه تعب برضك وكده, فما فيش حاجه بتيجي بالسالفه, انت لازم تتعب وتدور وتبحث والكلام ده بحيث ان انت مثلا حاجه قديمه تتعلم الحاجه الجديده, حاجه مثلا عايز بحث اكتر وتدوير اكتر تقعد تدور انت مع نفسك تمام. هو ده تقييم الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس, ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك, ويلا سلام عليكم.